هلا مساحتنا رح نروح فيها على الصحة ونسلط فيها الضوء على أهمية الماء بالنسبة للجسم اللي بيشغل أكثر من نسبة 60% من جسم الإنسان. شربه بكميات كافية له كتير دور مهم ويعتبر من الأمور الضرورية. رح نحكي اليوم عن دوره بعمل الخلايا والأنسجة وأيضا القيام بوظائفه المختلفة، ولنحكي أكثر بشكل موسع على الموضوع معنا علياء خليفة، استشارية بالتغذية الصحية والحميات. سعد صباحك يا علياء. يسعد صباحكم. صباح الخير. شربانة مي؟ شربانة مي أكيد. يسعد صباحكم. يعني عليا بفصل الصيف مثل ما بنعرف بيقل الاكل وبتكتر السوائل، واحيانا يعني بننسى نشرب مي قد ما بنشرب خلينا نقول عصير وكل هدول اللي مو مناح يعني طبعا. بس نحن احيانا بنشربه، ما بدنا هيك نقول نحن بس عايشين على الشغلات الصحيه، لا نحن بنمرق شغلات غير صحيه. ولكن قديش مهم شرب الماء، يعني خلينا نقول الصافي اللي مو داخله اي شيء. خلينا نحكي بالنسبة للمي مثل ما تفضلتي حضرتك انه بيشكل بالنسبة للجسم اكثر من 60%، يعني تقريبا 70% كحد وسطي. فنحن كثير بحاجة للماء وبيزداد حاجتنا للمي بفصل الصيف مثل ما بنعرف، بس احيانا بيكون في عندنا كثرة المي، احيانا في عالم بيشربوا كثير مي على عكس انه اللي ما بيشربوا مي. اللي ما بيشربوا مي هلا مثل ما تفضلتي حضرتك انه ممكن انه مثلا يصير معهم جفاف، ممكن يتعرضوا للتجفاف، ممكن يصير في عندهم مشاكل بالكليه مثل ما بنعرف جفاف بالبشره، هذا كلياته امساك، هي كلياته بنعرف المواضيع. بالنسبه كمان في عندنا اضرار لشرب المي بكميات كبيره، يعني هلا في منهم بالشتاء بالصيف عفوا بيكمشوا قنينه المي وبيشربوا لتر هيك وهن واقفين، هذا الشيء كثير غلط. يعني انت عم تشربي مثلا 4 كاسات مي دفعة واحدة بزمن واحد بفترة زمنية قصيرة، هذا عم يعرض جسمنا لشيء بنسميه تسمم بالماء. نحن هذا الشيء بدنا نبعد عنه، نحن دائما بنروح للمي بشرب المي بكميات كافية بس على مراحل متقطعة. تمام، يعني ممكن ناخذ نحن بنوصف دائما هلا بالانسان بفترة الراحة ما عم يشتغل شيء ما عم يعمل شيء ممكن نقول من 6 ل 8 كاسات، بس بالنسبة لارتفاع درجة الحرارة، بالنسبة لانه نحن عم نشتغل في عندنا نشاط، فلهيك نحن ممكن انه نزيد من كميات اللي لازم ناخذها وناخذ من 8 ل 12 كاسه تقريبا، من 10 ل 12 كاسه تقريبا. بيعادلوا لترين؟ عفوا؟ بيعادلوا لترين؟ هلا يعني من لترين لتوره نحن بننصح بالنهار، يعني خلينا نقول كل 30 كيلو من وزن الجسم نحن بنعطيه لتر، تمام؟ يعني اذا حدا وزنه 60 كيلو فبنعطيه لترين. تمام عليا، يعني كثير من العادات الخاطئه دائما بنشوفها كمان بشرب المياه، لانه بتعرفي بيقروا العالم كثير من مصادر ثانيه بيقولوا انه شرب المي مثلا قبل الاكل لازم يكون او مع الاكل، احيانا في ناس تشربها مع الاكل، احيانا في ناس تاخذ ادويتها بعد الاكل مباشره. الطرق الصحيحه لشرب المياه، هذا لازم يكون في توقيت وفرق بين وجبات الطعام، وهل صحيح انه شيء غلط بيعمل بطن مثل ما بيقولوا شرب المي اثناء الطعام؟ لا، هلا بالنسبه لهالنظريه طلعوا في عندنا نظريتين، ناس ضد انه نحن نشرب مي قبل الطعام او مع الطعام انه بيقولوا بتتمدد لحامضيه المعده، وناس يعني وهي الفكره غلط او تحولت لعنا مثل عاده، وهالعاده كثير سيئه وغلط، لانه نحن اوريدي عم ناكل اي اكل خضروات او فواكه فيها مي اصلا، يعني فيها مي، كان صار في عندنا هذا النوع من انه لحموضه المعده ما انفرزت عنا، لا نحن بناخذ قبل الغذاء او اكل قبل الطعام وجبه الطعام ناخذ كوب من الماء، ما في مشكله مع الطعام انه ناخذ، ما حيأثر ابدا على حامضيه المعده. هلا بالنسبه لموضوع انه بتعمل كرش هالشيء، هالكلمه لا غلط، هالنظريه كلياتها غلط، نفوها الدراسات انه نحن ممكن تتمدد معدتنا بنفس الوجبه، يعني على الوجبه انت تمددت معدتك بس انهضم كل شيء كله بيرجع لمثل ما كان، بس نحن انه ناكل اوفر يعني حاسين انه نحن الشبع ولسه عم ناكل اكيد بدها تتمدد المعده وهيك بده يصير في عندنا زياده وزن، بس بسبب زياده السعرات الحراريه اللي نحن عم ناخذها. نعم تمام. يعني حتى اي حدا بده يعمل نظام غذائي بيقولوا له انه كتر مي واشرب مي، ولكن كل شيء زاد عن هذا الموضوع يعني كمان صار مشكله كثير كبيره، وخاصه في حال صار خلينا نقول زياده بالمي او تجفاف خلينا نقول بالجسم، يعني لا زايد ولا ناقص. شو الكميات الموصى بها لحاجه الجسم
لا زياده ولا نقصان. يمكن حكينا انه نحن لكل 30 كيلو بنمنحه لتر، ولكن في اشخاص خلينا نقول بينسوا يشربوا مي، هل السوائل الثانيه عم تقدر تعوضهم ولا ما في شيء بيعوض عن لا المي؟ نحن ما في شيء بيعوض عن المي، كثير نحن بحاجه للمي، مو بس لانه حتى لو غذائنا بيحتوي على المي نحن بحاجه للمي بشكل خاص يعني تماماً. كل اجهزه الجسم هي معتمده على المي وعلى تركيبه المي من جهاز المناعه، جهاز الدوران، جهاز الهضمي، جهاز الاطراح، كلياته بيعتمد على المي. صح. تمام. هلا بالنسبه لقديه نحتاج، يعني كل شخص على حسب قديش عم يصرف، قديش عم يتعرق يتبول. في عندنا مثلا الحوامل المرضعات، هدول بتزيد عندهم كميه المي اللي لازم يستهلكوها بالنهار. تمام. هلا بالنسبه لانه نشرب كميه، في منهم بينسوا يشربوا مي، يا ريت. في عندنا عاده انه نحن كل ما ناكل نشرب مي، كل ما ناكل انه نحن ما بننسى ناكل بس بننسى نشرب مي. بعد الاكل دائما نربط الاكل بالمي، فهيك بنصير بنشرب مي. بالاضافه لانه في ابلكيشن كثير بتذكير بالمي انه انت اشربي هلا اشربي هلا، نحن بنقسم بالنهار. تمام. طيب المي الفاترة عليا في كثير ناس تشربها الصبح على الريق، وبيقولوا انه منيحة احسن ما تشربي مي باردة دغري تنزل على المعدة. كمان خلينا نحكي عن هي الافكار او يمكن المعتقدات المجتمعية، شو الصحيح منها وشو الغلط؟ هلا اللي بالنسبه للاشخاص اللي بيروحوا للمي البارده، هدول بيفكروا انه نحن بس اخذنا مي بارده حينقص الوزن. يعني في نظريه انه نحن بس ناخذ مي بارده بصير الجسم بده يعدل درجه الحراره المي اللي اخذناه، فبصير بيصرف كالوريز. لا، نحن هيك وقت اللي عم ناخذ مي بارده نحن عم نعرض جسمنا لصدمه، عم ممكن يصير في عندنا التهاب بالحلق، ممكن يصير تنزل على المعده تعمل لنا تضيق بالاوعيه الدمويه، نحن بغنى عنها. لا، نحن مع المي الدافيه دائما بنروح للمي الدافية، مثل وقت اللي كنا ننصح فيها وقت اللي نكون صايمين، دائما كنا نقول انه نفطر على مي دافية. مي الدافية افضل للكلاوي للكبد لكل جهازنا، المي الدافية افضل. نعم. بدنا نصائح هيك اخيره على السريع، واكيد لكل يلي هلا عم بيتابعونا حول هذا الموضوع وخاصه شرب المياه وبفصل الصيف مع الشوب. يعني تمام، خلينا اول شيء انه نقول لهم انه يحسبوا كل 30 كيلو من جسمهم، خليهم ياخذوا له لتر من المي، خليهم دائما قد ايه بيتعرقوا يعوضوا فيها سوائل. خلينا دائما ما ننسى شرب المي مثل ما حكينا، نربطها بالاكل. نعم. ودائما نحافظ على صحتنا. يعطيكم العافيه. شكرا لك يا علي على كل المعلومات اللي اعطيتينا اياها، ومنشدد دائما على اهميه المي، شرب المي بشكل دائم. يعني مثل ما قلتي كل شيء كثر عن حده صار ضده مثل ما بيقولوا. شكرا لوجودك معنا يا علي. كل الشكر لك عليا.